مرات ثلاثة هدي. وسيدي عتنان شو تديري؟ جايبة لك الفطار. جايبة لي الفطار؟ يا قلت لكم ما تبقاوش تدخلوا عندي البيت، واش أنا قلت لك صوبي لي الفطار؟ أش دخلك لهنا؟ سير يلا سير، حتى نبغي أنا ونعيط لك. يلا سير. سير طلع جمع البيت كل الاول وصوب فراشك وفطورك صوبو بيدك. ما كنعرفش نصوب. نعيمه هي اللي كانت كتصوب لي كلشي. نعيمه خليتيها في اكادير غادي تجي فنيت، وخصك تتعلم تصوب فراشك وتصوب فطورك بيدك. كدير؟ انا كنصوب فطوري. انتي سوق اش كديري؟ جيت نجيب البراد ديالي. مالك ديما مقلق؟ سير جلس انا غادي نصايب لك الفطور. شكرا. بصحة. عافاك جيتي تعاوني نتصاوب البيت الفوق. لا غير خليك حشومة، أنا غادي نصايبها بوحدي.